مباشرة اليوم بين فريق النجم الساحلي التونسي والشباب الوزداد الجزائري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا. مباراة اليوم لن تكون سهلة بين فريق التونسي وفريق الجزائري في ديربي عربي قوي. اليوم سوف يستضيف ملعب راديس بتونس في الساعة 5 بتوقيت تونس والجزائر والرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش. ما نقول على قناة بين سبورت 3 بتعليق محمد بركات: نتمنى لكم فرصة ممتعة ولا تنسوا أن تشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق الشباب الوزداد أو النجم الساحلي التونسي في هذه المواجهة القوية العربية؟